سيدي أنا أطالب باستدعاء شاهد جديد. كل المعلومات اللي عندي يمكن ما يكون إلا أي علاقة مباشرة بقضية التسمم هاي، بس جانسو إلهان لي والحالة اللي هي فيها يمكن أقدر أوضح لكم كيف وصلت إلها. الحقيقة كلدون إلهان لي قبل ما يتوفى بفترة صغيرة، طبعاً أنا وسينم إلهان لي عشنا علاقة حب. لما كنا سوا على اليخت تبعي، سينم إلهان لي وأنا، دخل المرحوم خلدون، شافنا نحن الاثنين مع بعضنا. على أسرة تعرض لأزمة قلبية وتوفى. لوين يا خانم؟ حديث السيد لافانت هون خارج نطاق الدعوة سيادة القاضي، وموكلتي ما لها علاقة بالقضية، وإذا بدنا ندقق بشهادته مليح فهو عم يحاول يخلق نوع من التشويش ويبعد القضية عن سير القانون. سوف يتم تأجيل النطق بالحكم للجلسة القادمة. شي حدا ياخذني على البيت؟ ترجعكم تاخذوني؟ هي لازم تدفع ثمن هالشي، الشي اللي عملته فيني ما بيهمني بالمرة، ما بيهمني إذا أعطتني الدواء ولا لا، بس هي أكيد رح تدفع ثمن خيانتها لأبي. لازم تتحاسب على موتة أبي بهي الطريقة. أنتي روقي شوي هلأ وبعدها بنحكي. رح آخذ كل شي منها، رح آخذ كل شي منها، رح خليها تخسر كل شي. هي لازم تدفع ثمن هالشي، الشي اللي عملته فيني ما بيهمني بالمرة، ما بيهمني إذا أعطتني الدواء ولا لا، بس هي أكيد رح تدفع ثمن خيانتها لأبي. لازم تتحاسب على موتة أبي بهي الطريقة. أنتي روقي شوي هلأ وبعدها بنحكي. رح آخذ كل شي منها، رح آخذ كل شي منها، رح خليها تخسر كل شي. شكلها هربت. هربت مع بولان، شفناها تحت. ما
محمد؟ سهر، سهر مختفية، أخذت كل أغراضها من البيت وراحت. شفتها ركبت بالتاكسي مع ابن عمتي عاكف. لو سمحت جيب لي سيارتي. الو فريحة، كيف الوضع عندك؟ البيت كأنه في قنبلة انفجرت فيه. رح يشوف قديش هو محظوظ لأنه خلص من هيك مرة. أنت قلتي لهم شي عن يلي عملته؟ إنها سرقت محبسك والشغلات الثانية كمان. إيه أمير، قلت لهم كل شي بس يمكن ما سمعوني. أنا رح أعمل جهدي أرجع على البيت بكي. بشوفك حبيبتي. ماشي. أمير شو بيعني لها؟ لا إيجا ما بيهمني بالمرة. أمير هلأ جنبي أنا ومعي أنا. رح أرجع أسألك هو سؤال واحد بس، إذا أمير هلأ عرف إنه إيجا ما خانته أبدا، إنه هي راحت مع الدكتور لأنها كانت مريضة، شو؟ كلامك هاد ما بيعني لي أي شي بنوب. انزعجت على مرض إيجا كتير بس منيح اللي طابت، هذا كل شي. بتمنى أنه جوزك يكون بيستحق هاي الثقة تبعك، وهالشي لصالحك ولصالحي ولصالحه هو كمان. أمير، أمير هو ما عمل أي شي بنوب. اجيت لأتشكرك على الدعوة تبعك. انت مالك فوتي على هالبيت، سمعتني؟ اطلع لبرا. ليش؟ بس انت فتت على بيتي. طلعت مرتك بتفهم بالاصول اكثر منك. انت كيف ما بتحاكيني باللحظة يلي اجا فيها؟ كيف بتعملي هيك وبتفوتي؟ فريحة شو فكري حالك عم تعملي؟ انت اللي شو عم تعمل يا؟ شو اللي مفكر حالك عم تعمله؟ شو قصدك لما تبعت له دعوة على حفلتك؟ اي انا يلي بعتت الدعوة، بس مو هذا موضوعنا هلا. لا امير، هذا هو موضوعنا. فريحة هالزلمة كان عم يطلع من بيتنا. برافو. طيب ليش برأيك اجى لهون؟ ما تجاوبني. انت وشغلك، انت وابوك، انت وحبيبتك السابقة، مخاوفك وعصبيتك، ونحن وين نحن هلا؟ فريحة قلت لك بس هالاسبوع. ما في اسبوع بكفي. انا صرت مل من الوحدة اللي عايشتها. لك هالوحدة عم تنهيني، مالك شايف هالشي؟ انا ما رح كون مثل امك، ما رح اقدر كل ليلة استناك لحالي. فريحة انت مانك امي وانا ماني ابي. ما عاد اعرف نحن مين منكم. ما عاد الزلمة يلي بتلمع عيونه لما بيطلع فيني. ما في بعيونك غير التعب والحرص. أنا ما فيني، ما بقدر كون البنت اللي بتستناك ولما بتسمع صوت المفاتيح تبعك بتنبسط. فريحة خلينا نكمل حكينا بكرة. بكرة؟ بعد الحفلة يعني؟ هلأ ممكن نحن الاثنين نقول شغلات غلط. أنت معصبة ومزعوجة بسبب شغلي، وأنا لأني شفت ياوز هون. بلا ما نقول أي شي نجرح في بعض. إيه بس أنا قلت كل شي عندي وما في عندي أي شيء لأجله. عندي سؤال واحد وبس، وجوابه هو كلمة واحدة، وأنت لازم تختار. اختار؟ مزبوط، اختار. أنت شو قصدك؟ يا شغلك يا قلبي.